من شهرين كنت عملت ريفيو للعربية دي في المعرض وفصصناها حتة حتة، تمام؟ والعربية بقى لها معايا فترة وهنعمل تجربة القيادة وهقول لكم رأيي فيها والحاجات اللي عجبتني وما عجبتنيش وأكيد التسارع. يلا بينا. طيب تعالوا نرجع للفيديو الاولاني ونشوف مواصفه العربيه. مواصفه العربيه كومباكت اس يو في، طولها 4 متر 620، قاعده العجلات 2 متر 735 بالظبط. اما بالنسبه لوزن العربيه فهو طن 550. التعليق الامامي في العربيه ماكفيرسون والخلفي هنا منفصل مالتي لينك. موتور العربيه 1500 تيربو بيولد 185 حصان و305 نيوتن متر، واصلين على نقل الحركه 7 سرعات ديول كلاتش ويت، بيدفع العجل الامامي. تمام خلاص كده، اللي عايز اي تفاصيل عن العربية والترفيه وكل حاجة دي يرجع للفيديو الاولاني، وفي اخر الفيديو حاطلكوا رابط للفيديو الاولاني اللي بنستعرض فيه العربية حتة حتة. النهاردة بس القيادة ورأيي في العربية والايجابيات والسلبيات. يلا بينا تعالوا نجربها على الطريق. تعالوا نجرب البايك الاكس 55. زي ما اتفقنا اللي عايز فيكم يشوف الفيديو الاولاني اللي فيه كل التفاصيل والترفيه وكل حاجة في العربية و يرجع لي عشان يشوف التفاصيل كلها. اوكي، اول حاجة نبتدي بيها على طول قدامكم على الشاشة اللي هي الاستهلاك بتاع العربية. العربية في المتوسط عملت لي 8 لتر لكل 100 كيلو في القيادة المختلطة ما بين المدينة ما بين. طيب لكن ممكن تشوفوا ارقام اقل، كنت بشوف سبعات وحاجات زي كده. طيب نيجي للحتة اللي هي فيها انماط القيادة كمان عشان دي مهمة شوية. فتيجي عند الزرار ده هنا، اوكي، وفي عندك كومفورت وايكو وسبورت وسمارت، بس بيتشالوا بسرعه قوي. اوكي، سمارت ده ما حسيتش ان هو فرق معايا في اي حاجه، هو بالظبط ما فرقش. يعني بالنسبه لي ايكو وسبورت، ايكو بتنقل اسرع شويه عشان تدي لك توفير اكتر في البنزين. ممكن تشوفوا ارقام اللي انا شايفها المتوسطه عشان انا كنت بجربها كمان كتير في انماط رياضيه، بحطها في سبورت واشوف العربيه بتتعامل ازاي. فده بالنسبه للاستهلاك. طيب بالنسبة للمكان اللي انتوا عايشين فيه دي حتة مهمة، نتكلم اول حاجة على التكييف. اولا عندي تعليق مهم جدا بالنسبة لي انا، العربية ما فيهاش زراير خالص تقريبا غير فين؟ في الحتة اللي فوق دي بتاعت السقف، والهازرد اللي هنا لو مش مكان اعتيادي قوي لازم تبقى حافظه في مخك برضو، تمام. والمراية دي مش تعتيم الكتروني، برضو غريبة جدا، كنت قلتها قبل كده. ولكن لو هتكلم على المكان اللي انا عايش فيه فلا طبعا، الكرسي مريح جدا، الرؤيه كويسه جدا، الرؤيه الخلفيه كمان كويسه، وعندك بلايند سبوت، وفيها سيفتي فيتشرز عاليه جدا العربيه، وفيها قياده ذاتيه في حاجات كتيره اللي هي الاداس، وفيها ادابتيف كروز كنترول وزي ما كنا قلنا في الفيديو اللي فات. ولكن طبعا برضو لازم نحط تحتها خط ان ده تشاينيز ان كاب اللي هو بتاع الصين، مش يورو ان كاب، مقارنه بحاجه زي ام جي اللي بتضطر تاخد ايه يورو ان كاب لو عايزه تطرح عربيه في اوروبا. طيب فالارجونومكس القعده وكل حاجه لا هايله، والصين خلاص، وبالذات بايك اللي هي بتصنع على مرسيدس هم شاطرين قوي في الحته دي، ما عندهمش مشاكل فيها خالص، تمام، ومريحه وكل حاجه حلوه قوي. والشاشه اللي قدامي حلوه جدا. الشاشه دي اوكي لاول مره اقول لكم ايه، كنت احب انها تبقى اكبر شويه، صغيره شويه، كانوا ممكن عرضوها اكتر وما كانتش هتضايقني في المكان، وكانوا ممكن علوها اكتر. وكمان برضو الانتقاد ان ما فيهاش ابل كار بلاي ولا اندرويد اوتو، فده انتقاد كبير. بالنسبه للكاميرات بتاعه العربيه 360 يعني ما اقدرش اشغلها لكم وانا سايق على السرعه دي، بترفض انها تشتغل. ولكن برضو فيها الحتة بتاعت الريفريش ريت او الفريم ريت بتاع الكاميرات مش عالي قوي، لكن ال 360 كويس، وفيها زي ما قلنا برضو فيها ركن ذاتي في اي ركنة وبتعمله كويس كمان، بس نادرا ما حد بيستخدم الحاجات دي. طيب بالنسبة للتكييف، ايه الاعتراض اللي انا عندي كنت عايز اقوله وما قلتوش؟ ان مفيش زراير خالص، كل حاجة على الشاشة. وانت اول لما بتفتح العربيه على بال ما السيستم بيقوم انت عايز على طول تعدل التكييف، فانت بتدور على حاجه تعملها، ما عندكش غير الزرار ده على عجله القياده، ده هو اللي بيجيب لك اول لما بدوسه هنا بيجيب لي ايه الفانكشنز بتاعه التكييف، لكن لازم تستنى السيستم يبوت ويخلصها، فدي مش حركه كويسه قوي. التكييف نفسه مش مبهر قوي، يعني هو بيسقع، انا حاليا حاطه على مروحه واطيه عشان اعرف اسجل، لكن درجه الحراره عند مخارج التكييف مش مبهره،
فيها اوكي فيتشرز كتيره جدا من هنا، فيها تدفئه وتبريد للكراسي وحاجه حلوه قوي وبتساعد، والحته اللي عندي من هنا دي مبرده، لكن التكييف مش مبهر قوي. طبعا كمان ما بيساعدش ان الازاز بتاع العربيه مش غامق كفايه، فممكن تبقى عايز تحط له عزل حراري. ده بالنسبه للتكييف. بالنسبه لصوت الترفيه في العربيه كويس، وفي امكانيات كتيره لما تيجي هنا برضو وتروح جاي على الحته بتاعت كار وتدور عليها، وتيجي عند ساوند برضو منيوز كتيره قوي، وتيجي عند ساوند افكت عشان تظبط الحته دي. كويس، بس البيس اللي هي الترددات الواطيه مش كويسه، الترددات العاليه كويسه، ولكن النظام كويس مقبول. وزي ما قلت لكم الشاشه دي كنت محتاجه اجيبها اكبر لانها الكتابه فيها صغيره شويه، كانت محتاجه تكبر يعني. الشاشه اللي قدام السواق لا كويسه وفيها معلومات كتيره وسهله الاستخدام وواضحه كمان، ونقاؤهم كويس، الاثنين نقاؤهم كويس مفيش اي حاجه. طيب نيجي بقى لايه، نيجي للقياده. القياده هم بيقولوا 185 حصان و305 نيوتن متر، وانتوا دايما عارفين انا بشك في ارقام الناس الصينيين بالذات في حته الهورس باور، بحس ان هم بينفخوا فيها قوي بيبالغوا فيها. فبالنسبه لي اوكي، يعني ده معناه انه حاطط ايه على موتور 1500، حاطط لازم تيربو، وحده تيربو كبيره عشان يولد الطاقه دي كلها، فانا حاسس ممكن يكونوا بيبالغوا. وكمان دايما في عند عدد لفات الموتور فيها تيربو لاج واضح، اللي هو زي ما انتم شايفين دلوقتي على الكاميرا فيها تيربو لاج طبعا، من بالذات من 1700 يعني، من تحت ال 1700 تحت ال 1800 هتحس ان ايه العربيه ما بتعملش حاجه. بالنسبه لنائل الحركه، نائل الحركه الديول كلتش حلو وبينقل كويس قوي كمان، بس برضو في المود العاديه او كومفورت او ايكو حتى سمارت بياخد راحته في المود الرياضيه اللي انت ممكن تجيبها على طول. من نائل الحركه بتشوف قدامك خط احمر كده طلع في الشاشه، وده بس الحاجه الوحيده اللي بتميزها لك. وبقت في سبورت طبعا رفع نقله او يعني عمل كيك داون النقله، فبقت فيها عزم اكتر، بس برضو في شويه برضو تيربو لاج بس بتتحسن كتير. انا كنت مفضل اسوقها غالب الوقت في سبورت. برضو عندي ملاحظه تانية على الحته الداخليه بتاعت العربيه. اوكي فيها امبيانت لايتس حلوه من هنا اوكي في الحته دي كلها، ومعموله بذوق، ولكن مش عجباني الحته الحمراء دي صراحه، بحس انها بلدي شويه. يعني ليه لازم كل حاجه صيني تبقى احمر؟ يعني افرض الناس مش بتحب الاحمر زيكم، يعني لازم تفرض الذوق ده؟ بس برضو دي مساله اذواق. لكن برضو عجله القياده حلو فيها الاحمر، بس مش عاجبني الاحمر في الحتتين دول، مضايقني شويه. طيب نتكلم على الجير بوكس. كويس، والموتور بيتعاملوا مع بعض كويس، ولو انت سايقها كويس مش هتحس قوي بالنقلات او سايقها باحترام يعني. لكن عزل الصوت اوكي، لا عزل الصوت مش وحش في العربيه، لغايه ال 130 140 عزل الصوت في العربيه كويس، وعزل صوت الهواء كمان مقبول لغايه 130 140، اكتر من كده طبعا مرايات كبيره مهما عملت في اي عربيه من الاس يو فيز دي تلاقي الصوت حواليهم زاد. هل انا سامع الاسفلت شويه بالبروفايل ده بتاع الكاوتش؟ بس دي دايما بتعتمد على البروفايل بتاع الكاوتش، حاسه اكتر لان ده بروفايل رياضي اكتر اقرب للارض، فبالتالي بتسمعه اكتر، لان ده 50 مقابل اللي بتنزل الفئات الثانيه بال 60 اللي هو اعلى شويه من الارض. التوجيه، التوجيه بتاع العربيه كويس وواضح، مفيش اي حاجه، مفيش اي احساس خالص، معدوم الاحساس، ولكن بيتقل بدرجه كويسه وبيخف بدرجه كويسه. برضو بقى واحده من الحاجات، لو اتفرجتوا على الشاشه اللي قدامي هتشوفوا هي مفروض اريا الشارع، بس الصراحه الحته دي مهيسه خالص، يعني مره تقراها وتجيب لك العربيه ساعات كده تنط زي ما انتم شايفين، فجاه طلعت لي عربيه وممكن تجيب لك موتوسيكل في ديلي، وحاسس ان الحته دي افتكاسه. ده يجيبنا للحته بتاعه الفانكشنز بتاعه القياده الذاتيه. هي خوفتني، يعني بتعملها بحده جدا، هخليها فيها لين كيب تيرن اون، هنخلي لين كيب على طول، بتعمله بحده شديده جدا. وبعدين دلوقتي مش عارفه تقراه كويس الشارع، طبعا يمكن مش واضح قوي، انا سايبها خالص اوكي، وهشوف هي عايز تعمل ايه. لا كده سرحت خالص خالص، يعني مش بتعمله كويس، بس انا مفضل ان انا اطفي الانظمه دي كلها كلها. وبعدين عندي تعليق تاني على العربيه، تعليقات كتيره بس انا مفصصها لكم. بتلعب اصوات كتير قوي، انا مهديها على الاخر، وانت تبقى سايق العربيه فجاه تسمع تيت تيت عشان حد عدى في البلايند سبوت، مش كده يا جماعه يعني؟ ومش مش بس في النقط العاميه، لا ده عدى في النقط العاميه من بعيد، فبتبتدي تلعب لك اصوات مبالغه قوي، فدي برده مش مريحه يعني. تبقى عايز دي حته صيني شويه، تبقى عايز تقول لها اتهدي شويه، ماما اتهدي كده مش طبيعي يعني. طيب في الملفات مقارنه بالاكس 7
اللي هي الفلاكشيب بتاعتهم، في رأيي المتواضع العربية دي أفضل، نسبها أحسن، وتمايل البدن فيها كويس، والتعليق كله على بعضه، وإن كان مايل شوية للنشوفية ما هوش الطاري قوي، فبالتالي العربية ماسكة نفسها على الأرض وتعليقها عاجبني وبيدي ثبات كويس، فهي مقارنة بالفلاكشيب بتاعتهم بالنسبة لي أنا القيادة بتاعتها أحسن بكتير. دي بتبقى ساعات راجعة كمان مش بس للتعليق، لأن الاثنين مالتي لينك، بتبقى راجعة كمان لأن العربية توزيع الوزن على الأكسين واللي بيسموه الأوفر هانج، اللي هي الحتة اللي برا الأكس، اللي مرمية برا الأكس دي، بتفرق جدا في الحركات اللي العربية بتعملها وهي ماشية. العربية دي كويسة وعجباني في قيادتها، وأنا بتهيألي برضو في رأيي متواضع راجعة إلى نسب العربية، فعجباني في الملفات. بالنسبة للفرامل، الفرامل جربتها كتير جدا، مفيش اي حاجة فيها، بالعكس الفرامل كويسة ما بتسخنش الطنابير، فعجباني. اوفرول قيادة العربية عجباني، اوكي، بتتعامل مع الاسفلت كويس، وبتتعامل مع الطرق اللي مش مظبوطة كويس. بالنسبة للاس يو في فهي ادائها كويس على الطريق، نجرب لكم حتة تسارع فيها اداء فرشور. هل هم 185 حصان ولا 305 نيوتن متر؟ هيبان في التسارع، مفروض بالديول كلتش بنتكلم في أقل من 9 ثواني، ده يبقى رقم كويس. وزن العربية طن ونص، مش وزن تقيل، مقبول، وعلى طول ادتني التشايم، وزي ما شفتوا في المطب تعليقة مايل للنشوفية بس مش المؤلم، وعاملينه كويس بالنسبة ان فيها 19. اوكي، نشوف حتة فيها أداء. أنا كده في المود الرياضية، فيها سرعة وفيها ثبات، والفرامل كمان معمولة مترجلجة كويس، يعني معمولة كده بتدي لك الإحساس بالثقة كويس وانت بتفرمل بيها. استنى بقى اللي قدامي ده عشان بس نطلع منه. مش أسرع ديول كلتش في الاستجابة لما بتطلب منه، لكن العربية فيها سرعة أكيد وثبات كويسين قوي بالنسبة لأس يو في. طبعا على السرعة دي سامع صوت الأسفلت شوية وطبعا صوت الهواء، بس برضو بالنسبة لأس يو في كويس، وعزل صوت الموتور نفسه كويس قوي. كنا اتكلمنا على التكييف وقلت لكم ان انا مش مبهور بيه، ما زلت مش مبهور بيه، بحس ان في تكييفات اسقع منها بالذات في المنبع الحتة دي، فالتكييف مش مبهر قوي يعني. طيب اوفرول قيادة العربية عجباني، زائد كل شويه بتطلع لك بتنبيهات كتير قوي، ممكن انت تحد السرعه وتعمل حاجات كتير قوي، لكن زي ما اتفقنا اللين كيب والحاجات الفانكشنز دي كلها مقفوره فيها جدا وبتعملها بحده رعبتني. الادابتيف كروز كنترول اوكي، حاليا انا ظابطه عند 108، مش عارف هي بتعمل ايه، انا سايبها خالص، هو المفروض ان هو عند 108 بس هي شايفه عربيات، فلما انا غيرت الحاره سرعت، مش عارفه ان انا طالع مطلع واخداني فيه على 108 يا جماعه، بس ملهاش ذنب في دي، فانا لازم اتدخل شويه عشان انا على ما اطلع. الادابتيف كروز كنترول بتعمله كويس، بس انا الفيتشرز دي كلها انتوا عارفين رايي فيها في مصر، يعني لا ما هياش ناجحه قوي، بس عجباني في الملفات. طيب بس كده، ده رايي في العربيه بالتفصيل الكامل. تعالوا نعمل لها تجربه التسارع ونشوف ال 185 حصان دول ايه حكايتهم بالظبط، يلا بينا. تعالوا نعمل تجربة التسارع ونشوف الحصان الصيني ال 185 حصان و 305 نيوتن متر على الديول كلتش، وبيعمل حاجة زي لونش كنترول. العربية ما فيهاش بنزين تقريبا خلاص، فبرضو وزنها خفيف جدا. قافل الثبات، حاططها في المود الرياضية دلوقتي، اوكي كده سبورت. احساسي كده انها في حدود العشر ثواني برغم الارقام الكبيرة اللي هما بيقولوها. تعالوا نشوف، فركت شوية رجلي على الآخر خالص خالص. لا تتأخر برضو، 9.34، مش 185 حصان ولا 305 نيوتن متر خالص. نقل الحركة كويس مش وحش، بس تحس برضو انها بتشحر. فهم دايما بيبالغوا في ارقام القوة بتاعتهم، هم يمكن الداينو عندهم صيني. وزي ما شفتوا العربية اتسرعت من 0 ل 100 في 9.34، اوكي مش وحش، بس دي مش 185 حصان ولا 305 نيوتن متر عزم، لا لا
ما يتهيأليش. العربية مجملا قيادتها عجبتني اكتر من الاكس 7، ويعني كاس يو في في الفئة السعرية وكل الحاجات دي لا، هي قيادتها كويسة على الارض والتمايل قليل قوي، فراملها كويسة، ومش هنعيد بقى كل اللي قلناه تاني بين ايجابيات وسلبيات، ولكن سايب لكم اخر سلبية اللي هي الشنطة بتاعت العربية 350 لتر. زي ما انتم شايفين الام جي 1 برضو شنطة اصغر، ومؤخرا والهوندا الزي ار في شنطة اصغر، فيعني في الفئات دي هي واحدة برضو من العربيات اللي شنطها صغيرة، لكن تتاخد في الاعتبار، اكيد تتاخد في الاعتبار. يمكن السلبية اللي انا بتفرق معايا قوي شخصيا، يعني لو انا بفكر في عربية هتعامل معاها، ما فيهاش ابل كار بلاي ولا اندرويد اوتو. الميرور لينك كويس وكله، بس مش زي ابل كار بلاي واندرويد اوتو. تتاخد في الاعتبار، ولكن هيبقى السؤال، هل هيبقى ليها سوق في مصر ولا لا؟ الوكيل الجديد بيبذل مجهود وهيحاول يسوقها وينجحها اكيد، لكن لسه برضو ما انتشرتش كفايه، فدي برضو حاجه من الحاجات اللي لازم تتاخد في الاعتبار. لكن اوفرول كقياده عجبتني بس كده. لو عجبكم الكلام ده اعملوا لايك وسبسكرايب، ونتقابل في العرض القادم. سلام.